كانت اللي موجوده هيلاري كلينتون وزيره الخارجيه، قلت لها القوات والله باللف القوات المسلحه المصريه لن تسمح للاخوان المسلمين ان يحكموا مصر. اذا انت تعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبيع الارض فهاتين الجزيرتين سعوديتين. طبعا فيما بعد عرفنا احنا انه احمد شفيق هو الذي فاز، ولكن تدخل السفيرة الأمريكية في مصر وقصة طويلة.